هي الذكرى الأولى لرجل لم يرحل، بقيت سطوره وأفكاره وحملاته الصحفية والتلفزيونية وخلطته الفريدة للتأثير والنجاح، ذكرى الصحفي الكبير وائل الإبراشي، بقيت كغيمة دائمة تمطر شجاعة وحرفية على كل راغب في تعلم أسرار الصحافة وفهم أدوارها. جزيرة القمل الأخضر الأثرية واحدة من الجزر اللي هي يعني ممكن تقول إنها قريبة جدا من الشخلوبة، عشان كده قلنا نكمل مشاهد الجمال، الجزر اللي بتجمع ما بين الجمال والآثار، كمان اتضح إنها جزيرة أثرية. بعد تخرجه في كلية التجارة تمرد على الأرقام وخانات الحسابات ليمشي المشوار الصعب. كانت قبلته مؤسسة روزا اليوسف العريقة، متدربا يبحث عن مكان وسط زحام الحالمين. هناك تعمد صحفيا كبيرا وهو صغير بخبطات ساهمت في زيادة التوزيع وهز أركان الرأي العام المستقر. فكانت انفرادات مثل قضية لوسي أرتين وحوارات المتطرفين في لندن والسوريين في الجولان المحتل وأمراء الحرب في العشرية السوداء بالجزائر وعشرات القصص الأخرى التي دشنته واحدا من سادة التحقيق والحوار الصحفي. في حدث مأساوي من هذا النوع، حدث مأساوي من هذا النوع لم يكن منطقيا ولا عمليا ولا واقعيا أن نغطي هذا الحدث عن بعد، ولهذا جئنا إلى هنا. في خلطته الصحفية والتلفزيونية الفريدة كان يعيش وسط سطور صفحات الحوادث وتحقيقات النيابات وتصريحات تمر بلا انتباه، ليعيد تدويرها في عقله ويصنع قصصا وانفرادات كبرى. فكان أول من استضاف البهائيين وفتح ملف اليهود المصريين ونظف جروح الفتن وواجه أباطرة توظيف الأموال، وكان واحدا من محارب التطرف والأصولية، وهو المبادر باقتحام الأحداث الساخنة، يطير إلى بيروت ليتفقد دمار المرفأ ويقتحم منزل أحمد زكي لينقذ تراثه من الضياع. التفاصيل البسيطة المتعلقة بالذكريات، صور، وثائق، مستندات، أوراق، مقتنيات، كلها كان لابد من الاحتفاظ. طوال مسيرته لم يتعجل الشهرة، كان يبني شبكة مصادره على مهل لا يجعل الصداقة عبئاً، فهو المهاجم والصديق، يهاجم بلا دماء، يتراجع ويعتذر بشجاعة إذا تحول الهجوم إلى جنوح، ويضحي بالقصة كلها لو نكأت جراح أبرياء دون قصد. فالخصومة في قاموسه لا تعني العداوة، وهناك دائما مساحة للتصافح والتسامي. في ذكراه الأولى ستقول كتب الصحافة إن الإبراشي مر من هنا محققا ومحاورا ومؤثرا وكاتبا لسطور لامعة وصديقا للكاميرا. انا بالظبط مش عارف مين اللي كتب التعليق ده، بس اللي كتب ده تسلم ايده يعني، لانه بس مش الم رشيق لكن الم مفعم بالعاطفه. ده غالبا يونس صح؟ هو حد يقول لي
غالبا يونس، محمد فتحي يونس رئيس تحريرنا الهمام الدكتور محمد فتحي يونس. يونس تفرغ للكتابة يا يونس، نخسرك كرئيس تحرير بس عشان الأدب يكسبك. احنا المسألة مش محتاجة ان احنا نوضح ان احنا بنتكلم عن وائل الإبراشي، هنا نرفع اللقب وبتفضل المحبة والاحترام والتقدير جوه القلب وفي الذهن. بالمناسبة وائل تركيبة مختلفة وشخصية شديدة الاختلاف، دايما كنت تلاحظ وائل في مناقشاته حتى وهو يهاجم أو ينتقد أو يصوب سهامه الصحفية يصوبها وهو مبتسم طول الوقت ونبرته هادية طول الوقت. وبالمناسبة دي حاجة بتبقى صعبة جدا إنك تقدر تحافظ على هدوءك ساعة الهجوم. ومهم قوي وانت بتتكلم على وائل انه تتكلم معاه مع رفاق مشوار، رفاق رحلة، اصدقاء، زملاء. خلوني اخد معاه على التليفون الاستاذ ابراهيم عيسى كاتبنا ومذيعنا وادبنا الكبير. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك استاذ يوسف، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ حياتك اكتر قد الدنيا يعني. الله يخليك ويسعدك، وإنك أنت تأتي على ذكرى الأستاذ الصديق الراحل وائل إبراشي وتضع ضوءا وتسلط أنوارا على هذه الذكرى وعلى هذا الرجل وعطاؤه وأداؤه ومدرسته. ده شيء يعني يخلينا كلنا ننحني احتراما للتلفزيون المصري وهو يتذكر الأسماء التي أعطت للإعلام المصري الكثير وأخلصت له تماما وقادت معه أعظم المعارك في مواجهة الاستبداد الديني وفي مواجهة الاستبداد السياسي. وإلى أي حد كان وائل إبراشي واحد من هؤلاء الذين كانوا يسعون وراء الحقيقة ولتعظيم الحرية ولتنوير البلد ووعي مصر وبلدنا، وأدي خاض هذه المعركة متحملا آثارا كثيرة ونتائج أكثر. يعني يكفي ان انا اقول لك انه وائل كصديق واخ، انا اول ما استقبله في روزا اليوسف حيث كنت هذه الفتره سكرتير تحرير روزا اليوسف، وجاء هذا الشاب خريج يعني كليه التجاره مليء بالطموح وبالرغبه في انه يحقق ذاته ونفسه وانه ينتمي لهذه المدرسه العريقه ولهذه المهنه والرساله النبيله الصحافه. وكان من اللحظه الاولى يعني جديرا برسالته وجديرا بمهنته وبمهمته، وكان من اللحظه الاولى اكتشافا للتحقيق الصحفي. من اليوم الاول وائل إبراشي مخلص لمدرسه التحقيق الصحفي بامتياز، ولعل حتى عندما وصل الى نجوميته الكبيره في عالم الاعلام التلفزيوني هو ايضا كان مصرا ومصمما وواعيا الى انه يقدم تحقيقا صحفيا في كل حلقاته. ربما بعضنا يلجأ إلى التحليل السياسي، ربما بعضنا يلجأ إلى المقال المعمق سواء تلفزيوني أو المكتوب، لكن وائل إبراشي ظل مخلصا حتى الرمق الأخير للتحقيق الصحفي، إنه حتى وهو بيقدم أي وجهة نظر فيها وجهات نظر متعددة، مصادر مختلفة، معلومات، أرقام، إحصائيات، كل هذا يستوعبه وبيقدمه إلى جمهوره في الحلقات التلفزيونية زي ما كان بيعمله بفرادة شديدة وبتميز أشد في موضوعاته الصحفية المطبوعة. أنا الرحلة ورحلة وائل إبراشي هي جزء من رحلة حياتي بطبيعة الحال، خصوصا أنه في مرحلة من المراحل تشاركنا أنا والأستاذ وائل في رئاسة تحرير جريدة صوت الأمة، أنا كرئيس تحرير وهو كرئيس تحرير تنفيذي، فمبقاش بس الصداقة والشراكة العملية من اليوم الأول اللي استقبلته فيه في روزا اليوسف، لا، وتحول أيضا إلى شراكة حقيقية في رئاسة تحرير صحيفة أتصور أنها كانت في الوقت ده جزء من معركة مصر العظيمة من أجل الحرية ومن أجل يعني التنوير. فأستطيع أن أتحدث عن وائل إبراشي بقوة كواحد من أبرز تلاميذ مدرسة التحقيق الصحفي المصري، واحد من أهم أساتذته أيضا وأبرع أحنا قدموه، خصوصا القدرة على التحقيق
التحول بهذا التحقيق الصحفي من المطبوع والورقي إلى التلفزيوني والمبثوث مباشرة على الشاشة. كمان يا أستاذ يوسف وائل من الناس اللي أخلصوا كثيرا جدا لمهنتهم، بمعنى أن وائل لم يستغرق نفسه في أي مشروعات أخرى ولا حتى على سبيل التغيير أو على سبيل التنويع. يعني بعضنا لجأ إلى الكتابة السينمائية، البعض توجه إلى الكتابة الدرامية، البعض اشتغل في التلفزيون بمجالات مختلفة، بعضنا روائي وكاتب، بعضنا شاعر. إنما هو تحديدا وائل بدأ صحفيا وانتهى صحفيا، أو أقصد يعني وقضى أيامه كلها على الأرض الصحفية بإخلاص شديد لهذه المهنة واعتزاز بها للغاية وتركيز كل الجهد والطاقة والاستطاعة في عالم الصحافة. وهذا كل ما كنت أتمناه على وائل في حياته، والآن لا يمكن أن يكون المشوار قد انتهى يعني بغيابه شخصا، إنما وجود دوره ومشروعه موجود المطبوع منه لابد من تقديمه في ككتب. لأن وائل في زحمة الحياة يعني انشغل على أنه يخلد عمل المطبوع والورق إلى كتب، خصوصا اللي هي بمثابة التحقيقات الصحفية التاريخية في تاريخ الصحافة المصرية الحديثة، يمكن ضمها كلها في الكتاب علشان حتى زملائنا وأبنائنا وإخواتنا ومشروعنا القادم في الإعلام المصري يشوفوا أي بذل جهد في البحث عن الحقيقة، إزاي يشوفوا جهد كبير جدا وهو مترجم في موضوعات صحفية شائقة ورائقة ورائعة هزت الرأي العام وشاركت في صناعة الرأي العام في مصر. بقول لك يوسف إن والي براشي من الشجعان اللي كانوا في الشغلانة دي، شجعان حقيقيين. يعني احنا خطنا معارك كنا مهددين فيها بالقتل وبالاغتيال، مش فكره بس احكام بالسجن او ملاحقه قضائيه. وبرضه يعني يشرفني ان انا في مرحله من المراحل كنت المتهم الاول في قضيه المتهم الثاني فيها هو اللي براشي. يعني فكانت الامور كلها كنا نذهب يعني استدعاءات للتحقيق ابراهيم عيسى ووائل الابراشي، فالرفقه امتدت لسراي النيابه يعني. كل المقاييس كان وائل الابراشي في اللحظات دي ثبات انفعالي، قدره وقوه، تحمل وصبر، اصرار وعزيمه، مفيش ضعف ولا انحناء. ودي من الامور التي يمكن ان تختبر فيها الناس في لحظات شده مثل هذه او ضغوط مثل تلك. لما يبان هذا المعدن القوي المؤمن باللي بيعمله، مؤمن اللي بيكتبه، مستعد يدافع عن رؤيته حتى النهايه، مستعد يتحمل ثمن وكلفه ما يكتبه وينشره، دي امور كلها يعني تضع صاحبها في مكانه الشجاعه الادبيه والصحفيه والانسانيه اللي لابد ان يشار اليها بقوه. كمان وائل الابراشي على المستوى التلفزيوني ظل يا استاذ يوسف مخلصا لفكره اهتمامات الناس حتى اللحظه الاخيره. يعني بعضنا يترفع عن بعض الاهتمامات اللي بيعتبرها شعبية أكثر من اللازم، أو ربما تخص طبقة أو طائفة بعينها، أو تشغل اهتمام قطاع معين من الجمهور فيترفع عنها أو يعني يعزل عنها تماما. لكن وائل الابراشي كان يقدم موضوعات صحفية تخص الناس كلها، يعني كل الطبقات، كل الشرائح، كل الأطياف، لم يكن معنيا بجانب دور آخر. يعني ده صحيح، ده صحيح أستاذ إبراهيم. يعني كما جرت العادة لا توجد تفصيلة إلا ويغطيها الأستاذ إبراهيم عيسى. نورتنا وشرفتنا بصوتك، أحب دايما أشوفك جوه الاستوديو النبي، وحشني قد الدنيا، وحشني قد الدنيا. شكرا ممتاز، ونعيش ونفتكر كلنا يا رب الغالي الرائع وائل الابراشي. يا رب يا رب، وألا نتعرض أبدا 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 لحالة فقد أخرى. أشكرك جدا 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 كاتبنا الكبير أستاذ إبراهيم عيسى. معنا كمان على التليفون كاتبنا الكبير وأحد أصدقائي الكبار أو أحد إخواتي الكبار، راجل دايما أذهب إليه كي أستشيره، فإن لم أجده متاحا وجها لوجه أكلمه في التليفون أو أبعت له فويس نوت. راجل بالمناسبة من كبار صناع الشغلانة بتاعتنا في الحالة اللي أنا بتكلم فيها دي، هي مسألة التلفزة، التلفزيون،
البرامج القنوات. هيبقى مهم جدا عندي ان احنا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد هاني. اهلا 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 يا استاذنا. اهلا يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك يا استاذنا؟ عام سعيد ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا لسه كنت بقول حالا في المقدمه الرجل الذي طالما او الوحيد تقريبا اللي اذهب اليه لتلقي المشوره والنصح، فلو ما عرفتش اوصل له يا اما ابعت له فويس نوت يا اما اكلمه في التليفون، لانه من كبار صناع شغلانتنا. حضرتك. لا لا يحفظك. لا العفو. لا العفو. لا والله. رفقة وزمالة وصداقة على أصعدة مختلفة كتير مع الأستاذ وائل الله يرحمه. صحيح. لو أنه الأستاذ محمد هاني أراد أن يكتب فقرة في مقال أو أنه يستعرض في سطور وائل الإبراشي، شوف أنا هقول لك على يعني ثلاث نقط يعني لفتوا انتباهي بشدة النهاردة الحقيقة. النقطة الأولانية من المبهجات يعني ما رأيته من احتفال تلاميذ وائل الإبراشي، احتفلوا فعلا بذكرى النهاردة بطريقة عظيمة جدا. أنا لمستها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمستها كمان في بعض الصحف منها جريدة الوطن. فهذا الاحتفال أنا شايفه أنه من الأشياء المبهجة جدا، لأنه هو احتفال بحضوره في حياتهم، حضوره في حياتهم المهنية والشخصية بدون شك يعني. واتبسطت جدا أنه ده موجود وأنه اعتراف بجميله عليهم وبفضله. النقطة الثانية يا أستاذ يوسف هو يعني الحقيقة أن أنا دايما كل ما بفكر بوصل في النقطة. أنا رأيي طبعا الأمر بيد الله يعني ولكل أهل الكتاب، لكن أنا رأيي ان وائل الإبراشي هو ما ماتش من المرض بقدر ما هو مات اكتئابا وحزنا، انه مش قادر يمارس المهنه اللي هو عاش لها، لانه هو كان يعني شديد التعلق بفكره الصحافه وكان صحفي مقاتل، كلنا عارفين هذا الكلام. فالفتره بتاعت مرضه اللي هي اخر فتره في حياته واحساسه بعجزه عن انه هو يعني يمارس مهنته، انا اظن انه ده يعني ادخله في حاله من الاكتئاب والحزن شديده جدا، كان ليها بالتاكيد تاثير على حالته الصحيه. الحاجه الثالثه اللي انا ممكن اقولها النهارده الحقيقه، انه يعني في وقت الاعلام المصري في رايي بيحتاج فيه الى كل كفاءه حقيقيه والى كل قيمه مهمه، انا شاعر بفراغ كبير في عدم وجود وائل الإبراشي، لأنه هو حقيقة يعني محقق عظيم من أعظم محققي الصحافة المصرية، سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية، ومن أفضل من أجرى حوارات، يعني من أفضل الصحفيين الذين يستطيعون إجراء حوارات جماهيرية وجريئة ومليئة بالمعلومات من ممن يحاوره، سواء كان من يحاوره مواطن عادي وكان كثيرا ما يفعل هذا، او مسؤول كبير او شخصيه عامه. فالحقيقه الثلاث نقط دول يعني انا طول اليوم بفكر فيهم صدقني، ويعني بيلحوا على ذهني. كم سنه صداقه وزماله ورفقه؟ من سنه 88. من 88. 88 يعني حوالي يعني 27 سنه تقريبا. اكتر 37 تقريبا. 37 سنه. مش عاوزين نكبرها، مش عاوزين نكبرك يا استاذ. 35 سنه. 35 سنه. بالظبط 35 سنه، يعني من اول ما انا التحقت بروزف يوسف يعني، وكان تقريبا في نفس التوقيت التحق وائل يعني. طيب يعني ايه اكتر حاجة كان يشوفها الاستاذ محمد هاني في صديقه وائل الإبراشي انسانيا كبني ادم انسان مش بس صحفيا؟ هو يعني تحرره، هو ما كانش يعني بيعمل حساب فكرة انه يحافظ هو هيعمل ايه ويقول ازاي وكذا. هو كان عنده شجاعة، يعني كان عنده شجاعة في حياته بشكل عام،
ودي كانت يعني كانت انا كنت بشوفها من فضاء الصداقه، ان هو يعني عشنا مرحله فيها كان طموح مهني وكان فيها يعني متعه انسانيه الحقيقه. صحيح صحيح. انا عايز اشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ محمد هاني، الف 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 شكر. خدوا بالكم احنا بنتكلم عن راجل يمكن، واستاذ محمد هاني لفت نظرنا جميعا، يمكن ده كان لافت لنظري من الصبح، انه اسم وائل ابراشي النهارده كان اسما لامعا بامتياز على صفحات الصحافه المصريه، سواء اذا كانت مطبوعه او اذا كانت في حاله الموقع زي ما بنسميها كده الديجيتال يعني لو صح الكلام. واستاذ محمد الحقيقه قال اللي انا كنت لسه هقوله، الوطن تحديدا زميلنا العزيز احمد الخطيب يعني ربنا يديله الصحه وهو يشكر على ذلك، وان كان ده المتوقع منه دائما سواء اذا كان تجاه المهنه او تجاه ابناء المهنه، انه الصفحه اللي عاملها احمد الخطيب في الوطن على وائل صفحه جميله عاطفيه ومهنيه بامتياز. خليني اخد معايا على التليفون ايضا كاتبنا الكبير واعلامينا البارز الاستاذ حمدي رزق، برضه هنكلمه على التليفون لانه كان احد رفاق الرحله القريبين من الاستاذ وائل. بس خليني على ما نكلم استاذ حمدي لانه مهم جدا الكلام معاه، انه هقول لك على حاجه غريبه جدا. اغلب الناس اللي كانت تعرف استاذ وائل الابراشي وفي حادثنا عنه خلال العام الماضي منذ رحيله، الناس وهي بتتكلم، ودي بالنسبه لي كانت ملاحظه مهمه، محدش بيبدا الكلام بكلمه وائل الابراشي الله يرحمه. الناس بتقول مثلا ايه، وائل ربنا يمسيه بالخير، وائل ربنا يصبحه بالخير، وبعدين لحظه صمت وبعد كده كله يروح قايل الله يرحمه. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول انه هو فعلا حاضر حتى وان كان غائب، حي في نفوس الكل بالفعل، حتى في احاديثهم المستمره ممكن تبقى بشكل مناسبي على حسبه او ذكرى ما او حدوته ما واحنا بنتناولها حتى وان كان غيبه الموت عن هذه الدنيا، بس هو فعلا الحديث عنه دائما دائما مصحوب بكلمات كثيره قبل كلمه الله يرحمه، وكاننا نتحدث على رجل حي وسطنا لكن هو في البيت. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير واعلامينا البارز استاذ حمدي رزق، اتصلنا بيه بس التليفون وقع مننا، الجايات اكتر من الرايحات. هنرجع مره تانيه على الاستاذ وائل. انا اتحدى انك انت ممكن تتذكر اي حوار او اي قضيه اثرها الاستاذ وائل واثناء اثارته لهذه القضيه، سواء اذا كان في هذا المبنى العريق وهذا البرنامج الكبير او في القنوات اللي سبق واشتغل فيها استاذ وائل، سواء اذا كانت في اون تي في او في قناه دريم، ولا تجد الاستاذ وائل يمارس عمله الاعلامي وحواره شديد السخونه والاحتدام الا وهو مبتسم. وكنت دايما استغرب وتساءل واساله على كده، وكان رده دايما انه يقعد يضحك يقول لك عادي يعني مش عارف. واستاذ وائل دائما مطمئن، يعني عمره ابدا ما كنت تساله على شيء الا ويطمنك طول الوقت يقول لك عادي هتعدي مفيش مشاكل. ياما والدغ لو تفتكر ياما على غاز دق الطبول، ودايما استقباله لاي حد ايا كان الحد ده مين، يعرفه ما يعرفوش، كبير صغير الى اخره، يستقبله بالدعابه وبالضحك وبالهزار. يعني اي حد في زمايله في اصدقائه في الموظفين زمايلنا اللي حوالينا طول الوقت لازم يستقبل الشخص بإفيه وبضحك وبهزار ويتجاذب اطراف الحديث مع الكل. راجل كان يبدو دائما انه ذهنه رايق، الا انه الحقيقه غير قابلة للتشكيك انه ذهنه دائما كان شديد الازدحام. رجل احب مهنته بل
وصل حبه لهذه المهنة لدرجة الإدمان. أستاذ حمدي رزق معايا على التليفون. أهلا 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 بيك يا أستاذ حمدي. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. أنا سمعك وأنت بتتكلم عن حبيب قلبي، سمعك وأنت بتتكلم عن مناقضية إعلام كبير قوي، سمعك وأنت بتتكلم عن جزء من عمري ذهب بعيدا، سمعك وأنت بتتكلم عن والي الإبراشي حبيبي الغالي ابن أيامي ابن عمري أبو ضحكة كبيرة قوي واسعة، وكان شاطر قوي ومدرك قوي دوره الوطني. أنت بتتكلم عن شخص في ذكراه الأولى شخص أحب مهنته لدرجة الإدمان وأحب بلده لدرجة العشق وأحب ناسه لدرجة اللي بيسموه إيه؟ بيسموه الحب الكبير قوي، مصري وطني جدع وشهم حبيب ناسه وصاحب صاحبه وفهمان ومذاكر كتاب الوطن كويس قوي وحافظ سطوره وحافظ نشيده وكان بيقف العالم زنهار. تتكلم عن إعلامي من طراز رفيع، محقق من طراز أول. إحنا الشلة بتاعتنا ديت أو المجموعة بتاعتنا في روزا اليوسف طلع منها الناس لطيفة جدا محترمة جدا، طلع منها برنامجة الألفة بتاع جيله، وطلع منها الإبراشي محقق جول جيله، وطلع منها ناس محترمة كتير جدا منهم رؤساء تحرير ومدراء تحرير ومدراء قنوات وأصحاب قنوات، لكن ظل الإبراشي متفرد من وال الإبراشي. علامة جودة، علامة صدقية، علامة فهمان دوره في المجتمع. ده تقديري الإبراشي. الإبراشي حالة استثنائية في جيله، وبالتالي صعب تقييمه لأن ما قدمه الإبراشي لوطنه، وهذا غير معلوم لكثير كتير قوي قوي قوي، ده رجل من رجال الوطن المصري العظيم. الله يرحمه الله يرحمه. طيب أنا لفت نظري إن حضرتك قلت جملة إنه وائل الإبراشي ابن عمري. أستاذ حمدي. صحيح. ابن عمري هنا علشان مدة الرحلة اللي مريتوا بيها سوا منذ اللقاء في روزا اليوسف وحتى مش هقول لحظة وفاته لكن حتى الآن، ولا ابن عمري تحمل معاني أخرى؟ ابن عمري لأن عمري يقاس بالمعارك اللي خضناها، وابن عمري وابن أيامي يقاس بالتنافسية الشريفة، وابن عمري وابن أيامي يقاس بمدى المحبة اللي كانت تجمع بين القلوب الخضرة. احنا كانت قلوبنا خضرة قوي، ما عرفتش لا حقد ولا نفسانة ولا إزاحة ولا انت خدت فرصتي لا لا لا، قصة تانية. المنافسة مين ياخد الغلاف بتاع روزا اليوسف الأسبوع الجاي، مين يخطف الأنظار بتحقيق متمكن مستوثق بوثائقه بأفكاره برؤيته، مين يعمل إيه، مين يبارك للتاني على إنجازه في آخر الأسبوع. عادل حبودة الأب الروحي لهذه المجموعة الله يديله الصحة كان بيقول جملة مهمة قوي يا يوسف، بيقول إحنا بنحدد أجندة الوطن الأسبوع الجاي. تخيل شباب في عمر الظهور بيحددوا أجندة وطن في الأسبوع الجاي. إحنا ما كناش بنكتب موضوعات معادة ولا مقررة ولا إعادة إنتاج ولا تفسير ولا بحث ولا تحقيق فيما هو منشور. إحنا رايحين لما هو أكبر من كده، للي لم ينشر بعد. لم ينشر بعد ده كان ده التعريف بتاع عادل حمودة للصحافة. احنا بتوع الجديد، احنا بتوع المنشط، وبلغة العصر الحديث بتوع الترند، احنا بتوع الترند. كل
كل غلاف لروز اليوسف في هذا التوقيت كان ترند. صح. هقول لك حاجه لطيفه وارجو ان انا اكون متذكرا جيدا. الاربع اعداد الاولى في تاريخ روز اليوسف مع الاستاذ عادل حموده، الاب الروحي الوائل والحمدي وابراهيم عيسى وعبد الله كمال واسامه سلامه ومحمد جميل وطلع حسن ووائل انديل وهناء فتحي، كل الاسماء الجميله ديت، ومحمد هاني عشان ما اقدرش انساه طبعا. ده محمد هاني ده علامه في الانتاج التلفزيوني، ده واسطه كبير قوي، ده ورشه. وعمرو خفاجي، ده غير عمرو خفاجي اللي هو فاكهه جيله يا خبر ومزاج جيله. انت بتتكلم عن اسماء كلها حدوته، زي ما كانت 86 دفعه اعلام البازغه دي مجموعه روزا ليوس من جوه 92 دي البازغه. صح. بقول لك الاربع اعداد الاولى انا فاكرهم كويس قوي وكاني اراهم صباحا. اللي هو عمر عبد الرحمن، رؤيه من قريب، حمد رزق من الحدقه في الفيوم، وراثه او خناقه الورثه بتاعه عثمان احمد عثمان واسامه سلامه، مراكز الارهاب في السودان طارق حسن الله يرحمه يعني. الشعراوي ورؤيه منه لابراهيم عيسى في هذا التوقيت. دي الاسماء اللي كانت موجوده ودي المعارك اللي كانت موجوده، معارك في حب الوطن وشباب مخلص، منهم من قاد نحبه ومنهم من ينتظر. انا لما بتذكر معاك النهارده يا يوسف الوهلي ابراشي، انت اولا عملت فيها جميله قوي، خليتنا نتكلم عن حبيبي. الحاجة التانية المهمة الجميلة اللي انت عملتها فينا كلنا، انت بتذكرنا بقيم غابت واختفت، مات انتهى، لا ما انتهاش طبعا، لا دي حالة، حالة يجب ان نتذكرها. انت عارف كأننا انا وانت دلوقتي بنقرا الفاتحة على قبر والي قاش الله يرحمه، انا وانت النهاردة بنتذكر محاسن موتاكم، ودي وصية من الرسول ووصية من القرآن، اذكروا محاسن موتاكم عليه الصلاة والسلام. والإبراشي سطر كبير، سطر مش بيتنسي ومش بيتمحي. والإبراشي حالة إنسانية قبل أن يكون حالة صحفية. صحيح. والله العظيم لسه بقول لإبراهيم منصور النهارده، أنا شفت إبراهيم منصور وأسامة، فاكر لما والإبراشي يقول لي بضحكته الواسعة، المنصور ضيع التجربة يا حمدي، ونضحك وننبسط، حاجه بديعه جدا جدا جدا. هو دي كانت كلمته المشهوره، ضيعتنا. ضيعتنا يا فلان، اي حد دخل عليه ضيعتنا يا فلان. والله العظيم يستقبلك بصدر واسع وبعته حلوه، وهو كان شيك ولطيف وطويل كده، وتحس بالقامه والقيمه. ايوه كان حال. الله يرحمه يا رب يا رب يا رب، ويسكنه فسيح جناته. انا بحسدك يا يوسف على فكره، بحسدك على وفائك، لا خالص، وبحسدك على ذاكرتك، وبحسدك على محبتك للناس. اخوكم الصغير يعني. والله يوسف اقسم بالله العظيم، انا لما قالوا لي ان انت هتكلمني عشان الابراشي، انا انبسطت منك قوي. عارف ليه؟ ليه؟ انت بتتذكر اخويا وحبيبي وناسي واهلي. اديني قلت اسماء النهارده كلها 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 كده، الابراشي عبد الله كمان الله يرحمه. الله يرحمه. تخيل انا بقول عليهم الله يرحمه وانا لسه عايش. شيء مؤلم، ربنا يديلك الصحه، بس ما تقولش كده، ربنا يديلك الصحه وطول العمر والبركه في العمر والنبي كلكم ارجوكم يعني. يا رب يا يوسف يا رب، ياتي جيل بعدنا يتذكر بعض محاسننا مش كلها. هيتذكر كل حاجة كويسة، لأنه كنت دايما أقلام شديدة الأهمية، وكنت دايما يعني منحازين لحرية الفكر وللتعبير ومهنية الصحافة وانحياز حقيقي للوطن. عارف أنت بتسميه إيه؟ رجل الدولة. عارف رجل الدولة ده إيه؟ إيه؟ ده ألم مسخر لهذا الوطن، ألم ينحني للنشيد ويهتف باسم مصر. أنت عارف هقول لك حاجة لطيفة؟ قول لي. أنت عارف سر الرئيس عبد الفتاح السيسي إيه؟ إيه؟ فتح يا مصر. أنها صيغة كاملة جامعة لا أحد يختلف عليها. عارف الراجل ده لما يقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، التلاتة دول؟ إيه يا عم التسليس ده؟ إيه الذكاء ده؟ إيه المحبة دي؟ مخلص يخاطب مخلصين.
كريم يخاطب كرماء، طيب يخاطب طيبين، هو ده شعب مصر. عشان كده انا مصدقه لما يقول ما تقلقوش وما تخافوش باذن الله. بحب اللغه دي، وانا لغه الايمان العميق بقدره المصري العظيم، صحيح انه يا صانع المعجزات. عشان كده لما بقول لك الاسماء اللي احنا اتكلمنا عنها ده كلها كانت بتؤمن بقدره المصري العظيم، وهي القدره اللي معيشانا لحد دلوقتي، فضلا عن القدره الالهيه والمظله الكبيره العظيمه. صحيح طبعا طبعا، انت امام حاله اعجازيه مصريه، والله العظيم ما يجري في مصر المعجزه بكل المقاييس، ولكن اكثرهم لا يعلمون. سوف يعلمون وسوف يعلمون. سوف يعلمون ليه؟ الاخلاص 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 الاخلاص. هذا رجل مخلص يستبطن محبه عظيمه لاهله وناسه، ويطمح لمصر قد الدنيا. يا رب يكرمه، يا رب يكرمه ويكرمنا معاه. يا رب يا رب يا رب. والتحيه والبقاء لله فوائد، وفتحه على روحه من حبيب لحبيب. كل وانتم السابقون ونحن اللاحقون. اهل دار حق. اشكرك جدا يا استاذ حمدي، شرفتنا ونورتنا بصوتك وبتليفونك. هي حاجة تبدو هزار، بس أنا أظن إنها من الحاجات اللي لازم نفتكرها دايما لأستاذ وائل. هو غير خافي على حد، إن أنا كنت بحبه قوي ولازلت بحبه قوي، ما كنتش، وأنا بحبه جدا. وبالمناسبة، ويمكن استكمالا أو تعقيبا أو تعليقا على كلام الأستاذ حمدي، خد بالك إنه الحالة كلها روزا اليوسف جدا، لو خدتوا بالكم يعني. وأستاذ حمدي ذكر الأستاذ عادل حمودة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. أستاذ عادل حمودة ده مكتشف المواهب، فاكتشف موهبة مجموعة هم الأبرز في العمل الصحفي والإعلامي، ودي ما هياش صدفة، دي بتعكس ذكاء الأستاذ عادل حمودة، وما هياش صدفة لأنها بتعكس إنه روزا اليوسف هي الأكاديمية من وجهة نظرنا يعني، ولاد روزا، عشان ما بقيت الأكاديميات الصحفية ما تزعلش، إحنا الأجمد الأقوى، إحساسنا دايما في روزا كده. أظن يأمن علي أحمد الطهري في الكلمتين دول، مش كده يا أبو حميد ولا إيه؟ لو سمعنا أستاذ وائل، كنت أنا واقف هنا في أول يوم ليا في البرنامج، وهو حبيبي، أنا هروح أقف مكان ما كنت واقف، كنت واقف أنا هو كده، ده أول يوم ليا في البرنامج، وأستاذ وائل كان معانا على التليفون، وبعدين أقف كده هو عشان حتى تبقى واضحة شويتين، وبعدين كنت بكلمه في التليفون أنا وزمايلي علشان بنطمن على صحته، وعلشان إرجاع الفضل لأصحابه في بناء هذا البرنامج منذ حلقته الأولى، وعلشان الامتنان، وعلشان المحبة، وعلشان مكانته عندي كبيرة جدا إنسانيا يعني. فيقول لي إيه؟ يقول لي دخلوك إزاي في التلفزيون بالبنطلون الجينز ده يا يوسف؟ ده الأستاذ وائل طول الوقت مستعد إنه يضحك ويسخر. أستاذ وائل كان وقتها وهو تعبان طريح الفراش بسبب الكورونا لعنها الله، إلا إنه برضه بيضحك ويهزر. هو أستاذ وائل طبعا عارف إن أنا لا يمكن أتخلى عن الجينز تحت أي ظرف من الظروف، أنا من كاره البدل والكرافتات، ما بقدرش، بتخنق. فهو قاصد ينكش، هو بيحب كده، هو تركيبته كده، متصالح طول الوقت، مستعد ومستقبل للسعادة طول الوقت. علشان كده الله يرحمه ويمسيه بالخير، مش قادر أنا أتقبل أنه توفى. فاصل ونكمل الكلام.